مشاهدينا الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في إطلالة أولى هذا الأسبوع بجملة من الأخبار المتجددة كما عودكم أخباركم. يشاركني هذه الحلقة أخي عبد الحكيم. حياك الله عبد الحكيم. حياك محمد. بالفعل لدينا العديد من الأخبار اليوم وعدد من الاتصالات بإذن الله إن شاء الله أنها تكون تضيف شيء جديد في الحلقة بإذن الله تعالى. كالمعتاد نبدأ بأبرز العناوين. موجة انتقادات لمن يسمون برواد الإعلام الجديد، متى تتوقف هذه المهازل؟ وفاة الطفل الذي فاجأ مغسل الأموات بالصراخ في الطائف، والصحة تؤجل سفر الأطباء المشرفين على الحالة. بعد جهود تواصلت ليومين، مدني الخرج يخرج جثة 50 بئر هجرة الخبي. صورة صادمة لطالبة تقطع الطريق تكشف ما وصل إليه الغبار في جدة. يا تعليم جدة، صحة الأطفال أمانة في أعناقكم. منها جرادة وغرامة وعمشة، 150 مواطنا ومواطنة يغيرون أسماءهم. إذن كانت عبد الحكيم هذه أهم عناوين الليلة. إلى الأخبار بالتفصيل. نستهل أخبارنا بعنوان أي جيل سيخرج؟ تجددت موجة الانتقاد لمن يسمون برواد الإعلام الجديد، حيث استعرض المغردون في تغريداتهم مقاطع وصور من عناوين برامج يوتيوبية أقل أوصافها أنها بلا قيمة. بالفعل مقالب وأحداث وحوادث تجعل العاقل يتساءل إلى ماذا يسعون، ولماذا استبدلوا الجيد بالقبيح، وهل الظهور أصبح غاية الآن، ولماذا المجتمع تقبلهم ورفع من شأنهم بدلا من لفظهم. والمغردون بدورهم طالبوا وزارة الإعلام وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وجميع من له دور في هذا الشأن بالتحرك سريعا، وفرض القوانين التي تحفظ الآداب العامة وتعطي للمحتوى المقدم احتراما لمن يشاهده. كما طالبوا المجتمع بألا يجعلوا الأغبياء مشاهير وقدوات، فمن يظهر في الإعلام يشارك في تربية جيل المستقبل من حيث لا نشعر، مدشنين هاشتاج إيقاف مهازل اليوتيوب. وطالبوا المؤسسات والجهات الإعلامية بتبني المواهب الحقيقية وتقديم المحتوى الحقيقي الذي يساهم في رفع قيمة الفرد والمجتمع، ليكون جواب السؤال الكبير أي جيل سيخرج إيجابياً عملياً لا صادما. وللحديث أكثر يا محمد عن هذه القضية ينضم إلينا في اتصال هاتفي الدكتور عبد الله السلمان، المستشار النفسي والأسري. حياك الله دكتور عبد الله. أهلا، حياكم الله، حيا الله قناة المجد، وحيا الله هذا البرنامج المميز. الله يعطيك العافية. المشاهدين من جميع الأماكن. الله يعطيك العافية دكتور عبد الله. بودنا ما هو السبيل لإيقاف مثل هذه أستطيع أقول أنها تفاهات أو مهازل يوتيوبية تدمر الأجيال بالفعل يعني. هو بدون شك طبعا أنه ما أشرتم إليه في موضوع وجود يعني مقاطع يوتيوبية أو مقاطع يوتيوبية من أصل يعني برنامج سناب شات أو غيرها من الأشياء التي تنشر، هذه كلها تعتبر مرتبطة بإعلام العصر الحالي اللي يسمونه إعلام الفرد، اللي هو أصبح الفرد هو منصة للإعلام أو هو أحد مصادر البث وأحد مصادر الإعلام المؤثرة جدا الآن، وبالتالي هنا تدخل قيم الفرد نفسه يعني واستعداده وتكوينه في اختيار المضمون المناسب. لكن المشكلة إذا كان الفرد غير مهيئ أو غير يعني تنشئته ليست بالشكل المطلوب، فبدون شك أنه يعني ينشر ما يكون يراه مناسب من وجهة نظره في حدود التنشئة التي نشئ عليها، وهنا تأتي مسؤولية كبيرة للأسرة. فأنا أظن أول يعني جهة مسؤولة عن مثل هذه الأشياء التي أنت أشرت إليها الأسرة، في أنه ينبغي فعلا أن تقوم بالاهتمام بالأبناء وتتابعهم وتتأكد من نوعية الأشياء التي يشاهدونها ومن نوعية الأشياء التي يبثونها، وإذا كان عندهم قنوات وإذا كانت هذه القناة موجودة فما المضمون الذي يطرح فيها. طبعا حتى لا يتأثموا، لأنهم هم أيضا يعني الآباء والأمهات مسؤولون عن ما يبث أبنائهم، لأن الأبناء لا يزالون في سن يعني قبل التكليف، وبالتالي
ما ينشر مما يمكن أن يكون أذى أو أثر سلبي على الناس في أخلاقهم أو في قيمهم أو في الذوق العام، فهذا يعني أكيد سيتحمل الأبوين يعني إزره إن لم يعني ينتبه ويعني يكفر عن هذا الشيء، لأن الموضوع ليس فقط تأثير على يعني عدد بسيط 3-4 أشخاص، يمكن أن يؤثر على مئات الآلاف. وأنا صحيح دكتور عبد الله، بالإشارة يعني فعلا إلى كلامكم، اليوتيوب يلقى رواج في السعودية، والسعودية تسجل أرقام عالية في نسب المشاهدة على موقع يوتيوب. برأيك يعني كمختص، على من تقع مسؤولية إثراء المحتوى اليوتيوبي المرئي بمقاطع ذات قيم تربوية وتوجهات سليمة؟ طبعا أكيد أنهم سمعوا أشرتم عليه على الجهات أو المؤسسات اللي معنية بتوجيه الرأي العام أو معنية بأن يقدم للمجتمع أشياء مناسبة، أنه ينبغي أن تحفز المبدعين والمبتكرين من الشباب والفتيان وحتى الأطفال، ومنها أيضا القنوات مثل قناة المجد أو القنوات اللي في الإعلام المحافظ، أن تشجع مثل هذه الإنجاز أو هذا الإنتاج الجيد اللي يكون فيه مضمون مناسب. هذه تعتبر جهات وترصد لها يعني مبالغ يعني كبيرة، ولا يكتفى بمناسبات أو مواسم محدودة يعني شهر أو شهرين، ولتكن طوال العام حتى لأن حتى يكون الإنجاز والإنتاج مناسب، وأيضا يكون في فكرة، يعني ليس فقط مجرد أنه يملأ الميدان بأي شيء، وإنما يكون في ضمن منظومة تفكير تقدم قيم جيدة للمجتمع، تساعد على نشر الفضيلة، تساعد على الاهتمام بالصلاة، الاهتمام بالأذكار، الاهتمام ببر الوالدين، بالصدق، بالقيم الأساسية التي يحث عليها الإسلام. أنا أعتقد أنه لو اهتمت القنوات الفضائية وأيضا المؤسسات الداعمة، الجهات الراعية، البنوك والجهات ذات المسؤولية الاجتماعية اللي تعنى بأيضا تقديم خدمة للمجتمع، أن تشجع مثل هذه الإبداعات وبالذات ذات المضمون الإيجابي من خلال منافسات مستمرة وبرامج يعني لا تتوقف، وإنما ينتهي برنامج ويبدأ آخر حتى يمتلئ المضمون أو يكون المحتوى القيمي الموجود في مثل هذه القنوات محتوى مفيد ومناسب ويرفع الأخلاق. ممتاز دكتور عبد الله، شاكرين ومقدرين لك مداخلتك، وبالفعل يعني نحن بحاجة في الحقيقة إلى وجود يعني مثل هذه المداخلات التي يعني توضح مثل هذه المقاطع التي تنتشر بشكل كبير، وإن كانت خاطئة إلا أننا يجب أن ننبه بين وقت وآخر حولها وكذلك نوعي منها. شكرا دكتور عبد الله. إلى خبرنا التالي مشاهدينا، وفاة الطفل الذي فاجأ مغسل الأموات بالصراخ في الطائف، والصحة تؤجل سفر الأطباء المشرفين على الحالة. إذن توفي الطفل الوليد الذي فاجأ مغسل الأموات بصراخه مساء السبت، ليعلن مستشفى الأطفال بالطائف عن وفاته رسميا بعد نحو 3 ساعات من الكشف على أنه على قيد الحياة أثناء تغسيله. وأكد المستشفى أن الطفل فارق الحياة في العناية المركزة بعد استلامهم له من الهلال الأحمر، لافتا إلى أنه سيتم تسليمه لذويه من أجل دفنه. وكان الطفل ابن الأشهر 5 قد ولد بحالة طارئة ليتم إعلان وفاته، إلا أنه فاجأ مغسل الأموات بصراخه في حضور والده والذي تسلمه ميت برفقة شقيقته من مستشفى بالطائف، ليقوم الهلال الأحمر السعودي بنقله للمستشفى مرة أخرى ويعلن رسميا وفاته للمرة الثانية. وفي نفس السياق، أكد مدير العلاقات العام المتحدث الرسمي بصحة الطائف عبد الهادي الربيعي حول ما أثير عن قضية جنين الطائف الحي أنه جرى تأجيل سفر ذوي العلاقة من الأطباء وفق أحكام نظام مزاولة المهن الصحية لحين انتهاء التحقيقات وصدور النتائج النهائية. وللحديث أكثر عن تفاصيل تلك الحادثة، معنا على الهاتف والد الطفلين المتوفيين أبو إياد. حياك الله أبو إياد والسلام عليكم. أبو إياد، يبدو أن اتصال أبو إياد انقطع، لكن ربما نعود إليه في وقت لاحق في الحلقة. ما زلنا أيضا مستمرين بأخبار أخرى عبد الحكيم. بالفعل، حتى يعني يعود لنا الاتصال أو ننتقل مباشرة إلى الأخبار، خبرنا التالي، بعد جهود تواصلت ليومين، مدني الخرج يخرج جثة 50 بئر هجرة الخبي. خرجت فرق الدفاع المدني بالخرج قبل ساعات جثة المواطن الذي سقط في بئر ارتوازية
بهجرة الخبيع عقب عمليات الإنقاذ والتي تابعها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض أولا بأول، ووقف عليها اليوم محافظ الخرج شبيلي آل مجدور، حيث كان قد توقف السحب لبعض الوقت خشية السقوط لعمق البئر الذي يزيد عن 150 مترا، وكان قد تم التعامل مع الحادثة بكفاءة منذ أمس السبت من منسوبي الدفاع المدني بالخرج والرياض. وقد واسى المحافظ إخوة وأقارب المذكور المتواجدين بالموقع، وقدم كذلك شكره للضباط والأفراد. إذا رحم الله المتوفى وأحسن عزاء ذويه، ويعني غفر له، حقيقة إنجاز يحسب للدفاع المدني. ويبدو أن عبد الحكيم سنعود لأبو إياد بالخبر السابق. أبو إياد السلام عليكم. لو نذكر بالخبر كذا. إيه الخبر كان يتحدث عن صحة الطائف. حياك الله أبو إياد، أولا أحسن الله عزائك وأعظم الله أجرك، ونسأل الله عز وجل لك الثبات. بداية لو تعطيني بعض التفاصيل التي لم تذكر في الأخبار الواردة بخصوص هذه الحادثة. أول شيء جزاك الله خير إن شاء الله. ثانيا طال عمرك الأخبار، أنا أتيت للمستشفى على حدود الساعة 7 صباحا، وعند ما قابلت الدكتور هنا، الدكتور ودكتور هناك في المستشفى، قالوا لازم تنويم، لازم تنويم. عندما نوموا زوجتي لين الساعة 4، لين الساعة 3:30 العصر، جاني الدكتور وقال لازم ننزل على جنة 2. ممتاز. لأن أنا مجيت الظهر قال يمكن ننزل واحد وبقي لك واحد. تمام. هم توأم يعني؟ توأم نعم. صحيح. والساعة 3 جاني الدكتور وقال يا أخي هذا لازم ننزله. قلت ما في حل كذا تكفى. قال والله ما هذا آخر حل وصلنا عليه. على العموم نزلهم، ويوم جت الساعة 4:30 سلموني، عفوا 5 سلموني الأطفال حقين. جيت سألت الدكتورة وقلت الأطفال حيين والمتوفين؟ قالت متوفين. وقابلت المسؤول هناك عن الموتى وما الموتى، قلت هل الأطفال هذولي تسلموني هم ولا بلا تسلموا من؟ قلت طيب ليش ما تحطون عندكم في الحضانة حتى وقت ساعة ساعتين 3 ساعات؟ قال لا. قلت طيب تسلموني إشعاف ولا تسلموني إشعاف؟ طيب الآن يوم قال لك أبو ياد، يوم قال لك الدكتور إنهم متوفين، هل أعطاك تقرير يوضح؟ الدكتورة نعم، الدكتورة اللي ولدت زوجتي اللي قالت لي الكلام ده، هي اللي أكدت لك إنهم متوفين. طيب أعطتك نعم. تقرير بالوفاة؟ لا ما أعطوني تقرير، أعطوني شهادة دفن وشهادة للأحوال، ورقة للأحوال وشهادة دفن، هذه اللي أعطوني من المستشفى. طيب. وسلموا لي أطفالي ورحت بهم للشرشورة، وعندما جينا عند الشرشورة فأمرك غسلنا، هو ولد وبنت، غسلنا البنت وبعدين غسلنا الولد، حرك الولد حرك يدينه ورجلينه. سبحان الله. دقت على الهلال الأحمر والإسعاف وجوا وكشفوا، قالوا الولد باقي في نبض حي. حولت المستشفى عندنا في الطائف اللي هو مستشفى الأطفال، وعطوه أكسجين وعطوهم غدي، وجلست حي يمكن الساعة 8 في الليل، وتوفى الله يرحمه ويعوض إن شاء الله. آمين آمين آمين. طيب أبو إياد، أنت من تحمل مسؤولية هذه الحادثة؟ من برأيك المسؤول الأول عنها وعن الأخطاء الواردة في التقارير؟ يا أخي أنا حمل المستشفى هذا اللي سلمني أطفالي، واحد منهم حي واحد متوفي يحملني، أنا حمل المستشفى اللي سلمني طفلي هذا حي. صحيح. مثل هذه الحالات تحتاج إلى يعني أنت دكتور أو أنت طبيب، يعني تحتاج إلى أنك فعلا تتأكد من هذه الأمور قبل أن يعني هذه حياة يعني بشر. صحيح. حياة إنسان مسلم. صحيح. حياة بعدين أنا ممكن لي 5 شهور أو 5 شهور ونص وأنا راجع في هذا المستشفى، يعني الحالة أنا راجع عندهم بزوجتي لي 5 شهور وأنا في المستشفى هذا. طيب إذن أبو إياد حقيقة نشكر لك ثقتك بأخباركم ومداخلتك معنا لإيضاح المزيد من التفاصيل حول تلك الحادثة، ونسأل الله عز وجل أن يعظم أجرك وأن يعوضك خير بإذنه الله تعالى. الله يجزاكم خير. شكرا. حياك الله يا أبو إياد. نرجع على خبر المسن اللي سقط في البير، أذكر أن فيها يعني نقطة بسيطة ممكن نزيدها في الموضوع. الموضوع المسن يا محمد، يعني الملفت في الموضوع، وهو ليس ملفت يعني هو مواقع يعني الشعب السعودي بشكل عام، اللي هو وقت ما الناس جالسة يعني تحاول إنقاذ المسن الذي سقط أو الخمسيني الذي سقط في البئر، ضرب أهالي المنطقة أو مدينة أو قرية الخبي مثال عظيم صراحة في الكرم والضيافة، حيث قاموا بضيافة يعني طوال يومين
طوال ما الدفاع المدني جالس ينقذ في الخمسيني وهم جالسين يضيفونهم في الموضوع. ننتقل للخبر التالي. الخبر التالي عبد الحكيم، صفحتنا التالية تناقلها نشطاء تويتر متذمرين من عدم تعليق الدراسة رغم تحذير الأرصاد، صورة صادمة لطالبة تقطع الطريق تكشف ما وصل إليه الغبار في جدة. إذن تداول النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لإحدى طالبات المدارس الابتدائية بمحافظة جدة تمشي بأحد الشوارع معرضة نفسها للخطر ووسط الطريق وسط موجة غبار كثيفة، حيث أبدى الكثير من متناقلي الصورة تذمرهم واستياءهم من عدم تعليق الدراسة بجدة حفاظا على صحة الطلاب والطالبات. وتناقل نشطاء تويتر صورة الطالبة وهي تحاول قطع أحد الشوارع وسط موجة غبار كبيرة قد تعرضها للخطر إثر مرورها، فقال أحدهم معلقا على الصورة: يا تعليم جدة، ترى صحة الأطفال أمانة في أعناقكم مثل تعليمهم. وقال مغرد آخر: عزيزي المسؤول، إذا كان أطفالك يذهبون لمدارسهم بسيارات فارهة أو أن مدارسهم قريبة منهم فما ذنب عيال الناس؟ إذن عبد الحكيم، مسألة تعليق الدراسة في مدارس المملكة ما زالت يعني أتوقع محل جدل، وإلى الآن لم تتضح آلية، أو صحيح أنهم يعملون على آلية واضحة لمسألة التعليق لكن يبدو أنها غير مجدية حتى اللحظة. يعني ولاحظ يا محمد أن غضب الناس يعني في تويتر في الغالب كان حول قضية أن الأرصاد يعني توقعوا وجود غبار وتوقعوا هالأمور هذه كلها، لماذا ما علقت الدراسة في تلك الفترة؟ وفي نفس السياق كذلك عند الأرصاد استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء على معظم مناطق المملكة. إذن أعلنت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار حالة عدم الاستقرار على معظم مناطق المملكة، حيث تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي قد تصل سرعتها إلى 60 كيلومتر في الساعة وتحد من مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2 كيلومتر. وأضافت الأرصاد أن هذه الحالة تضم مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة وتشمل السواحل منها، كذلك الجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض والشرقية. وأضافت أيضا: تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيا على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية حائل والقصيم والأجزاء الشمالية والشرقية من المدينة المنورة تمتد إلى منطقتي الرياض والشرقية. إن شاء الله بعد الغبار هذا إن شاء الله أمطار وخيرات. بالفعل يعني حسب التوقعات. حقيقة الستين يوم أخبرنا يعني يمكن أو تداولنا أخبار إنه 60 يوم قادمة تحظى باضطرابات جوية كبيرة يعني. طيب عبد الحكيم، صفحة أخرى في أخبار الليلة وهي طريفة بعض الشيء: جرادة وغرامة وعمشة. 150 مواطنة ومواطنة يغيرون أسماءهم. طبعا الأسماء اللي قبل شوي هذه أسماء ناس، صحيح ما هي بأسماء شيء ثاني. ووافقت الأحوال المدنية على تغيير أسماء 150 مواطنا ومواطنة في الشهرين الماضيين بعد استكمال الإجراءات النظامية لهذه الأسماء. وحقيقة تنوعت الأسماء وكان من ضمن المتقدمين والمتقدمات كبار في السن اضطروا إلى التغيير بعد هذه السنوات الطويلة تلبية لرغبات أبنائهم وبناتهم، لأن تلك الأسماء لا تتناسب مع الأسماء الحديثة، فيما فضل آخرون تغيير أسمائهم لمواكبة روح العصر الحديث من تلقاء أنفسهم وبالذات الشباب والفتيات. ومن تلك الأسماء الغريبة التي تمت الموافقة على تغييرها: معزي وزريفة وجرادة ومطرة ومشل ولولاس وزعام ونظيرة وسفرة وجويخة وغرامة وجحران وزنيفر. وأيضا القائمة تطول، ومنها شالح وطلة وحمسة وسواد وعسكر وعمشة وطينان وثنوة وسرية ودخيلة وأيضا غيثة. حقيقة يعني أسماء حتى احنا وجدنا صعوبة في يمكن في قراءتها، لكن الجميل في الخبر هذا هو رغبة ومبادرة بعض كبار السن من تلقاء أنفسهم، يعني صحيح يحبون يواكبون الأسماء الحديثة. لو فعلا يعني مثل هالأسماء لا توافق في هذا الوقت، يعني نطقها شوف احنا الحين جلسنا يعني اعتبرناها طريفة، فما بالك باللي يتعامل معهم يوميا يعني ايش راح تكون. بلا شك عبد الحكيم، إذن إلى استراحة عنيفة هذه المرة تبين خطورة السكوتر
سقوط عنيف لرجل يلعب بسكوتر ذكي حاملا ابنه. خلونا نشوف هذا المقطع المؤلم حقيقة ثم نعود للتحذير منه. عدنا مجددا بعد هذا الفيديو. حقيقة فيديو يجمع بين الطرافة والخطورة. يعني بالأمس القريب كنا نقرأ أخبار عن سكوتر في عجز عالمي عن تصنيفه، هل هو جهاز رياضي أم أنه جهاز يعني لعبة أطفال. وزارة التجارة الآن منعت بيعه في محلات الأطفال باعتباره يعني جهاز رياضي ينبغي أنه تكون معه أدوات سلامة، يعني مو بالشكل اللي شفناه. بالفعل وجدنا في المقطع السابق كيف أن رجل كبير وهو يلعب فيها، شوف كيف تضرر، يعني كيف بالطفل اللي ممكن يلعب به يعني يوميا. وشفنا الأحداث اللي تحصل لما ينفجر البطارية أو تنفجر البطارية ويحصل بعض الأمور الثانية. يبدو سكوتر قصة مطولة عبد الحكيم، خلنا ننتقل إلى خبر صفحتنا التالية. آخر نعم، هي صفحة مشرقة. بعمر 9 سنوات أصغر طالب يراجع القرآن كاملا. في يوم الهمة، والذي في الحقيقة يعني عدد من الحلقات أقامت هذا اليوم، في يوم الهمة الطالب محمد جلال من مجمع حلقات العاقيلي يراجع القرآن كاملا، وهو أصغر طالب يراجع القرآن كاملا بعمر 9 سنوات. ويوم الهمة لمن لا يعرفه هو مراجعة مركزة للقرآن خلال نصف يوم. نشاهد المقطع. شوف المقطع عبد الحكيم. صالح الهواء ما في فيديو، ما في مقطع. إيه إذن هذه الهمة إيه في لقطات كمان شاهدت على الشاشة. صحيح، طبعا كمان نشاهد على الشاشة تواجد عدد من الطلاب الذين يرتادون الحلقات، وتلاحظ أن في يوم الهمة عدد كبير الحقيقة من الشباب الذين يراجعون ويحفظون ويحاولون أن يصلون إلى يعني مرتبة عالية في التسميع المقاطع والأوجه. إذن بعد هذا الفيديو الجميل والحقيقة المثلج يعني للصدر ومشاعر الفخر بهؤلاء النش، نسأل الله عز وجل أن ينبتهم نباتا حسنا ويبارك في علمهم ومعرفتهم. وصلنا عبد الحكيم إلى ختام حلقة الليلة. بالفعل نهاية هذه الحلقة من برنامج أخباركم. بإذن الله تعالى نتمنى أن نكون قدمنا لكم في هذه الحلقة ما يعني يحوز على رضاكم واستحسانكم. ملتقى بكم إن شاء الله في حلقة الغد وأنتم بخير. إلى اللقاء.